السلام عليكم ورحمة ورحمة الله وبركاته. مع برنامج سيتي انجن، ودلوقتي هنشوف ازاي نضيف التضاريس. طيب، لو جيت هنا من الفايل وقلت له انا عايز اعمل امبورت، فبيبدا يجيب لي قائمة بيقول لي انت عايز تعمل امبورت لايه، في ملف دي اي اي دي اكس اف اف بي اكس. اقول له انا عايز اضيف الحاجة الخاصة بيه التضاريس، نكست. فبيقول لي اختار الملف، فانا بختار من مابس، اختار مثلا دوت اوكي، ونت كاتشا فايل زي ما انت عايز. الاتشمال ممكن بقى تختار الالوان اللي انت عايزها. طيب المينيمم هاي والماكسيمم هاي تقدر تختار برضو اللي انت عايزه. الابعاد بتاعتك واللوكيشن زي ما انت عايز، ممكن تجيبها من الناحيه دي من الناحيه زي ما انت عايز. طيب بعد كده بتقول فينيش، فبيبدا يظهر لك التضاريس بالشكل ده. طيب فرض بقى ان انا عايز ارسم طريق، وليكن مثلا الطريق اهوت، ورسمت الطريق من هنا لهنا كده بالشكل دوت، معدي على المكان. تعال نشوف هو اتعامل معاها ازاي. هو قدر الامكان بيحاول يخلي الطريق يمشي مع التضاريس ديت اللي هي دي. ممكن اقول له انا عايز اعمل روتيت بالشكل دوت، هتلاقي ان الطريق ماشي مع التضاريس قدر الامكان. وعندنا برضو اداه هنا بتخلي السريت تمشي مع الطريق، بيقول لي اختار القاعده اللي انت عايزها. الالاين هيبقى عامل ازاي، بيبدا يظبط الطريق على قد ما يقدر بالشكل ده. طب انت لو عايز تعمل سيلكت للستريت او للحاجه ديت، تقول له سيلكت. لو انت عايز يعمل زوم عليها، تيجي هنا وتقول له فريم، فيبدا يعمل زوم على الحاجه اللي انت عايزها. وتقدر تعمل لها رينيم بالشكل دوت، وتقدر تيجي تغير اللون بتاعها لو انت حابب، وتقفلها وما تقفلهاش، او تزرها وتخفيها.